بسم الله الرحمن الرحيم. كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن أن هناك مفاوضات بين بعض الأندية الخليجية ومدرب نادي الزمالك كارتيرون على أن يدرب أحد الأندية الخليجية وعلى رأسها نادي الفتح السعودي، الذي أعلن في مفاوضاته أنه على استعداد أن يدفع الشرط الجزائي لكارتيرون وهو 300,000 دولار أمريكي، إلا أن المستشار مرتضى منصور قد أعطى الحرية الكاملة الفنية للمدرب لقيادة نادي الزمالك وتدريب نادي الزمالك حتى نهاية تعاقده.